غلبنا فلسطين ب 13 لاعب، غلبناهم 3-0، وكان اول مباراه تشارك فيها صفحات. فقصدي كلاعبين شباب، فربما انا في ذلك الوقت حتى ابخست حق سعد يعني بعطى، بس انا كان تصوري انه حتى اعد صفاء، اعد امجد، تمام. وخير دليل على انه اللاعب بالعطاء وليس بالعمر ما قدم سعد عبد الامير في المباراه الاخيره. على طاري صفاء، يستحق العوده للمنتخب؟ انا بالنسبه لي كباسم لو كنت مدرب للمنتخب الوطني ما اتردد لحظه في استدعائه، وكل من يعترض مثل ما صارت فتره في فترتي اعترضوا على اسماء كثيره ومنهم مهند ميمي، يعني كان هم الناس لو ربما عذرهم انه بحجه وغيره، الى ان وصلت قلت لهم راح انزل اعقد مؤتمر وادعي كل مثل انا اليوم كانما رئيس جمهوريه العراق مدرب منتخب العراق. الناس تريد تعرف من باسم قاسم، انا هذا اللاعب اريده، انت تريد تشيله من القائمه اطلع قول ليش، على الاقل انا ابرد انتي امام الناس، انا مؤتمن. حلو، انا مؤتمن هذا الموضوع. ويعني لذلك انا يعني حقيقه ما اتردد لحظه حتى لو كانت معارضه، في حين كانت معارضه على اسم قاسم، لان سوى كذا وسوى كذا قسم المدربين زعلان. يا اخوان احنا خلص، خلانا في حينها رفعت قلنا خلينا نستخدم سياسه الاحتواء، لانه انا قلت اريد اوصل المنتخب، وبالفعل اعلنت اهداف، الاهداف انه نحقق نتائج بتصفيات كاس العالم، نحقق نتائج زج بلاعبين شباب، اوصل بالمنتخب من اسلمه للمدرب، وبالفعل انا سلمته 95% من خيارات باسم قاسم استمرت مع كتنيش لمده 3 سنوات. اذا احنا ماشيين بالنهج الصحيح، ولذلك يعني انا صفاء حتى لو كانت معارضات رسمية أو غير رسمية أو إعلامية، أصر على استدعاء صفا. الصورة الأخرى ولمصلحة المنتخب أنا مو